زياده عامه في الاجور ديال 1000 درهم 500 درهم غتبدا في هاد يوليوز و500 درهم ان شاء الله غادي تكون في السنه المقبله يوليوز 2025. هنالك ثانيا مراجعه للضريبه على الدخل باش الناس اللي الاجور ديالهم واصله ل 6000 درهم ما غيخلصوش الضريبه على الدخل وبالتالي غادي يقدر يتزاد لهم هذاك الشيء اللي كانوا تيخلصوه. بالنسبه للناس الطبقه المتوسطه غادي يوصل الربح المباشر اللي غيتزاد لهم في الاجره ديالهم من غير ال 1000 درهم الى تقريبا 500 درهم ابتداء من يناير 2025. وبالنسبه للقطاع الخاص سوف ينطلق فيه كذلك الرفع من الحد الادنى للاجور في القطاع ديال الخدمات والصناعه والتجاره من يناير المقبل ب 5% وغنديروا 5% واحده اخرى العام الاخر. وبالنسبه للقطاع الفلاحي غنديروا 5% في افريل 2025 و 5% في افريل 26. البرمجه ديال هاد الاجراءات هي لا تخضع لاي منطق كان، تخضع فقط لبرمجه موازنتيه حسب الامكانيات اللي عند بلادنا واللي فيها كيف ما شفتوا واحد المجهودات مهمه واساسيه. بالاضافه الى هذه الامور تم الاتفاق على اصلاحات جوهريه كتحتاجها بلادنا. القانون اللي كينظم الحق الدستوري في الاضراب منذ الاستقلال لم يخرج الى الوجود وهو في رفوف هذا البرلمان منذ اكتوبر 2016 نظرا لعدم احترام المنهجيه الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين. اليوم حاولنا ما امكن جاهدين ان نحترم هذه المنهجيه ديال السعي الى التوافق وهذه المنهجيه ديال الحوار باش نوصلوا لواحد القانون التنظيمي اللي عنده واحد الاهميه كبيره في جميع البلدان المتحضره والبلدان المتقدمه. الاصلاح ديال التقاعد هو اشكاليه عويصه محطوطه. اول حاجه كتبنا في الاتفاق اللي وقعوا السيد رئيس الحكومه هذا الصباح هو الحفاظ على المكتسبات ديال الناس اللي خدامين الى حدود دخول هذا الاصلاح الى حيز الوجود. والعمل اللي درناه هو بواحد البرمجه زمنيه فيها هذه الدوره الربيعيه باش ندوزوا القانون ديال الاضراب ان شاء الله والسعي للتوافق فيه، والدوره البرلمانيه المقبله ان شاء الله باش نتكلموا ونحطوا هذا الاصلاح ديال التقاعد. علاش؟ لان بغينا هذه الحكومه تاخذ المسؤوليه ديالها وتحمل المسؤوليه ديالها في اطار المده الانتدابيه التي انتخبت فيها وان لا تترك مشاكل الناس ديال